السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق مرمورة، واحد من أعرق الفنادق في مدينة قالمة، واللي راح قيد ترميم أو تجديد. نشوفوا أنه يعني الشكل الهندسي تاعو رائع، وأنا بالنسبة لي ويعتبر واحد من أجمل الفنادق من ناحية الهندسية في الجزائر، واللي تم إنشاؤه في فترة الثمانينات. إذن هذا هو فندق مرمورة بمدينة قالمة، واللي عندها يعني معالم سياحية وحضارية وتاريخية من آثار لا يستهان بها. حبذا لو السلطات في ولاية قالمة يعني الميتون فالور يعاودوا يعني يعطيو تقييم، يقيموا كل هذه الرصيد السياحي اللي مهد المدينه لتطوير السياحه الجزائريه على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.